ريكوردينج كويس كويس كما بدك تسوي. اذا قلنا من المواضيع، انا بدي اخذ موضوع الانترنت اوف ثينجز بتفاصيله كامله. اذا كل واحد فيكم لما بينهي المادة على الاقل بيبقى عنده موضوع الاي او تي بتفصيله. انا مش راح ادخل على جوانب التكنيكال فيه، مش راح ندخل على جوانب التكنيكال. مها مش مسجلة أنت، هاي مها مش مسجلة المسافة، يلا سجل. طيب خلاص اذا قلنا من مع نهايه الفصل بتكون انت الاي او تي صرت، لان انا بدي ادخل في تفاصيل، يعني في تفاصيل كامله زائد الموضوع اللي انت بدك تشتغل عليه. هاي تو توبكس بتاع هذول انت ماسكهم صح، زائد بقيه المواضيع على اطلاع، بصير عندك باك جراوند. تمام، الان حاولوا ركزوا للبرزنتيشن اللي بدي اعمله في اليوم، الانترودكشن، لانه كل واحد فيكم او كل اثنين، مش احنا في عندنا توبيك برزنتيشن، بدك تو بريزنت يور توبيك از ا توبيك، مش از ا ريسيرش، مش از ا كورس بروجكت. تمام، الان خليكم دقيقين معنا، شو بدنا نطلعه، شو بدي اعرض اليوم فيها في الانت اي او تي. واي او تي يعتبر زي اي موضوع انت اي واحد فيكم بده يعمل. قلنا بتتذكر المره الماضيه لما قلنا سيرشنج اند ريدنج ذا ليتريتشر، انت لما بدي اكون انا بريزنتر بدي احكي عن توبكس معين. تمام، بدي احكي عن توبكس معين، وبالتالي لما اجي اعمل برزنتيشن ما بجيب الريسيرش بيبر وبعرضها، بجيب الريسيرش بيبر وبعرضها، الريسيرش بيبر بكون حاطه اس شو ماله ريفرنس، بعرض كوني انا بدي اعمل برزنتيشن لتوبك، بدي احكي عن توبك، باخذ التوبك بتناول من كل جوانبه شماله وبعرض المطلوب. اذا انا بكون من الريسيرش بيبر جبت هالحاجات اللي بدي اياها وهي اللي بعرضها وبحكي عنها. لكن ما بجيبها بقول والله هاي الريسيرش بيبر، انا بذكر في مسابقات سابقه الواحد كان يحط الريسيرش بيبر ويصير يحكي من، لا ما ينفعش تكون بريزنتر. طيب اذا مفهوم الانترنت اوف ثينجز هذا مفهوم شائع، يعني صار مستخدم بشكل كبير في ايامنا هذا. وشو هو هاي الكونسبت، وات از انترنت اوف ثينجز؟ وبالمناسبه هذا الموضوع، هاي الموضوع تبعه، ما بعرف تحب احط لكم اياه اونلاين ولا احط لكم اياه في المكتب زي ما بدكم، وين تحب نحطه؟ هاي موجود، يعني كويس يكون عنده بسيط، ما يعني اخترت انه يكون بسيط جدا وما بتطلبش هذاك الاختصاص، يعني ما بدي اعطيه لا مثلا طلاب تكنولوجيا معلومات او لا، بدنا نعمل فكره كامله عن الموضوع. اذا اي او تي انترنت اوف ثينجز هي a system of interrelated computing devices. Interrelated computing devices and ميكانيكال اند ديجيتال ماشينز، آلة ميكانيكية وآلات ديجيتال، اند اوبجكتس سيت اوف اوبجكتس. وهنا لما بيحكي اوبجكتس يعني اي شيء بتشايفه امامك انت بدك تتخيل انه هذا اوبجكت، هذا الداتا شو اوبجكت، هذا اللابتوب اوبجكت، الكتاب هذا اوبجكت. اذا هي انتر ريليتد كومبيوتنج ديفايسز، بده يكون في اجهزه كومبيوتنج، اجهزه حوسبه، بالاضافه لوين؟ ميكانيكال اند ديجيتال ماشينز اوبجكتس، وشو ما يسطر في بالك هذه بنسميها اوبجكتس. تمام، انيمالز بيبلز اند سو فورث اند سو فورث. تمام، ذات ار شو بيسووا؟ ذات ار شو بيسووا هذول؟ حاجتين، اذا في كومبيوتنج ديفايسز مربوط معهم، اللي بيجي في ذهنك، شو ما يجي في ذهنك اوبجكتس
حطها تمام، مشان حاجتين، طلع علينا الحاجتين، نحط هذه هايو provided with a unique identifier. شرطين، الشرط الأول شو بده يكون؟ هذا أي شيء بدك تعمله كونكشن مع هذا الكمبيوتنج ديفايسز بده يكون شو ماله؟ إله يونيك ايدنتيفاير، يعني رقم بيميزه عن غيره. كيف كل واحد فينا معاه رقم هوية بيميزه عن غيره؟ إذا بدي أحكي للهيومن هاد بده يصير جزء من الاي او تي بده يكون معاه رقم او شريحه، شريحه مميزه له عن غيره، فيش اثنين بيعملوا نفس الرقم. بدي انا مثلا كيف كيف الموبايلات، الموبايلات بحكيش عن رقم الموبايل، بحكي عن السيريال نمبر تبع الموبايل. مش كل موبايل له اتس اون سيريال نمبر، حتى لو كان من نفس النوع، حتى لو كان مثلا ايفون، جهازين ايفون كل واحد بيكون له اتس اون سيريال نمبر. هذا المقصود في وين؟ انه لا يجوز تو اوبجكت الا في هذه الشبكه، لا يجوز تو اوبجكت، بس لازم مشان يقدر هذا ذا ابير ذات اوفر نتوير وذ اوت ريكوايرنج هيومن تو هيومن اور هيومن تو كمبيوتر انتر اكشن. اذا هذا الاوبشن بده things. Internet of Things هو سيستم المحور تبعه لازم يكون فيه كومبيوتنج، يعني متصل بأجهزة كومبيوتنج، وأي أوبجكت بيقدر يتصل مع هذا الكومبيوتنج سيستم بشرطين. شنو الشرط الأول؟ شو بده يكون؟ إنه إله هاي يونيك نمبر، يونيك ايدنتيفاير. الشرط الثاني شو بده يكون؟ شو بده يكون؟ قادر على إرسال بيانات من دون تدخل الإنسان، تمام؟ وبالتالي بده يطلع عندنا، وكان بده يطلع عندنا سيستم زي هيك، إيه صورة زي هيك، هاي الإنترنت أوف، هاي المفهوم تبعها أمامك. لاحظ لاحظ، هاي جوهرها، ما هي إنترنت أوف ثينجز. أنا بده يكون في كومبيوتينج سيستم، كومبيوتنج سيستم شو متصل معه؟ لا شو متصل معه؟ مثلا هذا شو؟ موبايل هذا ولا شو هذا؟ اوبجكت، بدنا نقول عنه اوبجكت. مشان يكون قادر يتصل مع هذا الكومبيوتنج سيستم، هذا الاوبجكت، في حاجتين لازم يكون متوفرات فيه. شو هو؟ يونيك ايدنتيفاير، بيكون له يونيك ايدنتيفاير. الثاني شو بده يكون؟ قادر على شو؟ يرسل. إذا توفرن it will be okay، بيقدر، تمام؟ مثلا الآن شو هذا برا؟ هذا شو هو؟ قطار، قطار هذا، هذا شيء إيه؟ سيارة، سيارة إلها يونيك ايدنتيفاير، بكونوا حاطينه فيها يونيك ايدنتيفاير. اثنين شو شو قادرة على شو؟ ترسل بيانات، ترسل بيانات، تمام؟ بظل عملية الكونكشن، الكوميونيك سيستم هو اللي بيعمل تعارف وبصير ياخذ البيانات من وين؟ من هذا الديفايس. وهكذا حط اي شيء انت بخطر على بالك. لو جينا الان بدنا نقول والله بدنا نجيب الحقيبه هذه ونحطها جزء من السيستم، نقدر؟ نقدرش. ليش؟ هذا اي ثينج، مش هذا ثينج، ثينج يعني اي شيء بخطر على بالك، ثينج فيش، نقدرش. ليش؟ فيش اولا يونيك ايدنتيفاير، اثنين تقدرش ترسل بيانات،
إذا نقدرش هذا نحطها جزء من وين؟ من السيستم. لكن خذ الموبايل تبعك، الموبايل تبعك إله يونيك ايدنتيفاير، مش كل موبايل إله اتس اون سيريال، الفتاش بتلاقيه، مش كل موبايل إله اتس اون سيريال نمبر. ايوه هاي الشرط الاول. الشرط الثاني شو هو؟ بده يكون قادر يرسل لحاله وفي جيبتك لحاله، بقادر يرسل الموبايل ولا لا؟ قادر؟ لا قادر، مش ممكن. ولا كيف حدا ثاني من برا بيعرف موقعه؟ يعني حدا ثاني ذناوي، ذناوي بيقدر يعرف وين انت قاعد؟ شو معناته؟ الموبايل على الاقل بيرسل وين هو؟ مكان تبع. هذا اذا هو مش مبرمج، احنا بنسالش، اذا هو مش مبرمج يرسل ايش ثاني؟ ما بحسب ما هم مبرمجينه، تمام؟ احنا اللي صنعنا الموبايل نعرف شو بيرسل، بس على الاقل بيرسل بينه. وبالتالي هذا الموبايل هل بنقدر نعمله جزء من الاي او تي، جزء من الشبكات؟ أو بنقدر نعمل جزء من الشبكة، خلاص. طيب السيارات الحديثة اليوم، السيارات الحديثة أغلبها مربوطة على الجي بي إس. يعني شو يعني مربوطة على الجي بي إس؟ يعني لها يونيك ايدنتيفاير، في لها رقم لحالها. اثنين بترسل بينه، مش بيرسل بينه، ترسل. إذا هذا يسمى إيش؟ أوبجكت. لاحظ أنا كم جهاز حكيت عن اثنين، والاثنين شو ماله؟ والاثنين عبارة لحاله بيرسلوا بيانات لحاله، متوفر فيه مش. وهكذا اللابتوب هذا بين إيدي، هل بقدر أعتبره ثينج؟ في شرطين عشان تعتبره ثينج لازم يتحقق من الشرطين. الشرط الأول إله يونيك ايدنتيفاير، إله يونيك ايدنتيفاير. الشرط الثاني شو؟ بيرسل بيانات لحاله، بيرسل لحاله، مش انا اكتب عليه ولحاله يرسل بيانات، بيرسل. الان هذا اساس الفكره، هذا هو اساس الفكره. الان اللي بيشتغلوا في الموضوع، ها اساس الفكره حاجتين هذول. الان اللي بيشتغلوا في الموضوع، في الموضوع التكنولوجي وفي التطور التكنولوجي، رايح يجي يوم طلع كيف تفكيرهم، انه كل شيء بيمتلكه الانسان يكون في هذول الخاصيات الثنتين. كل شيء، الجاكيت تبعك بكون الجاكيت تبعك له ايدنتيفاير وبرسل بينه، خلاص بكون له، تمام. اي شيء. طيب احنا بنحكي عن شو ماله؟ هذا انه في الخاصيتين، لما بيكون له يونيك ايدنتيفاير وبيرسل بيانات، مين اللي بدي مستقبل؟ شو هو المستقبل؟ ما احنا قلناها، ارجع للتعريف ما بعدناه، شو قلنا؟ في داخله شو بده يكون؟ في محور كومبيوتنج ديفايس، خلاص؟ طيب انا بعطيك مثال بسيط على الاي او تي، على الاي او تي انا معي عده اجهزه ابل، عده اجهزه. الآن بقدر من الموبايل تبعي الآن على بس أعرف وين أمكنها. يعني لو واحد يكون قاعد جاب له اللابتوب يخلق كوده، مع السلامة بجيبك أنت اللابتوب، وين ما هو رايح. المرة عندي الأبل هذا أعطتك الخاصية، شركة أبل أي شيء بتشتريه منها، شركة أبل هيك مبرمج، أي شيء بتشتريه من شركة أبل شو بيسوي له؟ له ايدنتيفاير وبيرسل بين، بيقدر يرسل بينه، بربط لك إياه لحاله بربط لك إياه. وبالتالي كل الاجهزه المربوطه مع من الابل تقدر انت تسوي لهم كانه انترنت اوف ثينجز، تقدر تعرف كل واحد وين بتحرك وين رايح وين جاي. واذا بتقدر تشتري خدمات منهم، بعرفش ما عرضوش علينا، بس بتوقع انه اذا بتقدر تشتري خدمات يمكن يزودوك بحاجات اخرى. الان يعني يمكن احنا لما كنا في الثمانينيات التسعينيات، يعني كان عندنا يا دوب جهاز، يمكن سبق حكيت لكم، اجهزه تكون شو ماله، كيف الشاشه هي، يعني ما بقيناش نتخيل لما كانوا يحكوا لنا عن وين، عن لابتوبات. معقول بده يجي وقت، هيك بقينا نقول في الثمانينيات، معقول بده يجي وقت اللابتوب الكمبيوتر اللي بيحامله معك في الشنطه، ايه تمام.
وتلفزيونات زيها، ذكرين التلفزيونات وانت صغار بقين، لكن ما لحقتوهاش يسألوا أهلي. كان التلفزيون بده 10 أيام ما يحملوه، يا دوب جيب لك الصورة هالقد. ما كناش في أيامها متخيلين إنه بده يطلع لنا سمارت تي في. سمارت تي في. قال شو السمارت تي في؟ قال هذا السمارت تي في بصير يخزن المحطات اللي أنت بدك إياها، خلص والله صار يعجبك محطة ولا الحال بصير يخزن، تفتح بتجيب لك المحطات. بفهم يعني سمارت تي في، قال تلفزيون. تمام، ما كناش نتخيل. الان لكن اي صح، الان لما الشركات تصير انت تروح اليوم، روح اشتري جهاز. الان لو رحنا نفتش بدنا نشتري جهاز زي اللي كنا نشتريه في الثمانينات بنلاقي هو ما فيش، مجبرين غصب عنا بدنا نشتري الاجهزه هذه. تمام، انا بدي اوصلك لنقطه انه راح يجي يوم ما دام التكنولوجيا بتتطور بهذا التسارع، راح يجي يوم انه اي شيء بدك تشتري يكون شو ماله مهيئ انه يشتغل في الاي او تي مهيئ. وهذول اللي بيشتغلوا في الانترنت اوف ثينكس او في التطور التكنولوجي، احنا مسجل طيب خلينا من بعيد كثير نحكي شوي، اللي بيشتغل في التطور التكنولوجي طلع التكنولوجيا حامل العولمه، والعولمه حامل التكنولوجيا، الاثنين مشيت في خط واحد. وكانه هذولا بدهم يصلوا لمرحله انه قاعد وكل العالم شو ماله قدام، وين قاعد شايف كل العالم، هو بيعرف كل واحد شو لابس، كل واحد شو بوكل، بيعرف كل شيء. باختصار هذا هو موضوع الانترنت اوف ثينكس. اذا قلت لك ابسط مثال، ابسط مثال على انترنت اوف ثينكس اللي هي الاجهزه اللي من الابل، اي اجهزه عند مثلا اللابتوب ابل، الموبايل ابل، في عندي كمان موبايل ابل، السياره ما بعرف برمجوها وطلعت معهن مع مع بتطلع ب... 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 اه بتطلع ب... بتبيع من بعض، كان بيعرف من بعض، الحين بيعرف من بعض كيف الابل هيك مصمم. اذا هذا الثينج قلنا اللي بده يقدر يكون كونكتد في نظام الانترنت اوف ثينجز، هذا الثينج بده يكون سمارت، اله يونيك ايدنتيفاير. اثنين، طلع الشروط الثانيه، احنا قلنا ترانسميت، لا هو بيقول لك ثينجز، سمارت ثينجز شيء هي ثينجز ذات كولكت انفورميشن اند ذن سند ات، هذا اسمه سمارت ثينج. اذا هي بتعمل كولكت انفورميشن انفورميشن وبعدين شو بتسوي؟ بتبثها بث، مش دار الانسان مش دخل، احنا قلنا الانسان شو ماله؟ ما له دخل، زي الموبايل ابسط معلومه من الموبايل بيقدر يبثها الحين وين هو كاين، باخذ الاحداثيات اللي هو فيها بيرسي. احنا اللي بيجي دور اللي بده يستقبل، مش احنا ابصر اللي بيستقبل. اذا هذا بيكون سمارت ثينج. اذا كان اي جهاز، اي ثينج جو الجهاز، ما احنا بدناش لانه قبل شوي قال لك اذا ممكن يكون هيومن، فلو واحد حاطين له شريحه الان او في ايده او رابط على ساعه حاطين له ساعه هيك بيسوي الهيومن عباره عن ثينك بيرتبط في الشيء، ايوه اوتوماتيكالي هو بيجمع البيانات شو ماله اوتوماتيكالي كولكت انفورميشن فروم ذا انفايرمنت. واكبر مثال عليها مشان نقرب الصوره لذهننا انه فيها سنسورز، بده يكون في والسنسورز على سبيل المثال ممكن قلنا بده يعرف الاحداثيات المكان، في سنسورز موجود في الاجهزه، ممكن بده التمبريتشر اللي هي درجه الحراره، بيس سنسور بقيس درجه الحراره، ممكن يشيله له علاقه في اللايت، إنارة وإضاءة وقوة مش عارف شو. إذا عنده مقدرة هذا الثينج اللي هو اسمه سمارت، شو يسوي؟ كولكت انفورميشن.
هيك كويس. هيك شاطرين، حط هذه. النوع الثالث من الاوبجكت شو بده يكون؟ بوث ميكست، هايو ميك بوث، يعني هي ثينجز ذات دو بوث، ترانسميت وات ذا سيم تايم شو مالها؟ ريسيف. ترانسميت اند ات ذا سيم تايم شو مالها؟ ريسيف. هذه كمان النوع الثالث من الثينجز. الان طيب، تو بي سمارت، كيف بده يكون سمارت؟ هايو هايو اي ثينك هايو داز نوت نيد تو هاف سوبر ستورج. الثينك بيلزمش يكون في ستورج، مفتاحك في ستورج، فيش في ستورج المفتاح، فيش في ستورج بخيمه، لا يكون في ستورج ولا بيلزم شو ماله، يكون في كومبيوتنج، عمليات الكمبيوتنج نعرف. طيب شو مال all things has to do، كل things شو المطلوب منها؟ connect to super storage or super computer. هذا المقصود في سوبر، يعني في المذر، يعني في كمبيوتر برتبط فيه، مش مفهوم السوبر كمبيوتر اللي اخذته في المقدمه، انه هذا الثينج اللي بدهم يعملوه القلم هذا مشان يكون سمارت لازم الشرط الاول يكون في ستورج. لا يشترط انه يكون في ستورج، لا يشترط انه يكون في كومبيوتينج، تمام. الشرط الوحيد انه يكون قادر يرسل او يستقبل اوربوت مع وين؟ مع كومبيوتينج سيستم. اذا ما لوش ارتباط مع كومبيوتينج سيستم، يعني هو سمارت لكن ملوش ارتباط مع كومبيوتينج سيستم، معناها شو ماله؟ سمارت وقادر يرتبط، بس كونه احنا عاملين لوك خلاص بيرتبطش ولا على شو ماله، على كومبيوتينج سيستم، تمام. طيب الآن هذه القضية زي ما حكيت لكم، موضوع التطورات التكنولوجي عادة ماشي بتسارع مشان، لأنه في موضوعين حاملات بعض، اثنين بيحملين بعض، شو هم؟ والتكنولوجيا، أنا فين حامل الثاني؟ الاثنين حاملين بعض. إذا طلعت العولمة هي حامل التكنولوجيا، وإذا طلعت من جانب آخر للتكنولوجيا شو مالها؟ هي حامل العولمة، وأفكار العولمة مما بعد بتفاصيلها، وضروري من على الشرطة قاعد بيمشي. هاي 6.3، 6.8 وصل لست إلى 7، وين اليوم صار قديش بيحكوا عنه؟ 8 وأكثر، 8 بلس، تمام، بيحكوا عنه أكثر. طيب الديفايس اللي صارت بتقدر شو مالها؟ كونكتد مع الاي او تي، هيو وصلت اليوم قديش عددها؟ 50 بليون، بمعدل لكل فرد 6.5 جهاز او ثينج، 6.5 كل فرد بمعدل هذا الكلام موجود. الى لو جيت انت 6.5 ثينج
يعني لو جيت تحسبها انت وانت قاعده يعني بتطلع اكثر من كل واحد ومعاه ديفايسز، تمام، اربعه كونكت ديفايس. اذا انا الافرج الساعات ما ضفناش، الساعات والاقلام والشنتات يعني ما ضفناها. اذا لاحظ اللي بدك تطلع له العالم رايحين، هيو الكونكتد ديفايسز كميتها، هي عدد سكان العالم 8 بليون، بس الكونكتد ديفايس قديش عددها؟ دليل على انه كل فرد عنده اكثر. الان التطور المفروض يكون اكثر بكثير. خاصة خاصة إذا بدهم في حالة ضمنها كاملة، إلى أخذي كامل كله مربوط في وين. وبالتالي لاحظ التطور قديش كبير، لاحظ على مساحاتك هو لسه اللي مطبقينه قديش على الأصابع في العالم، لسه ما ياخذ هذا التطور. يعني احنا في يوم من الايام راح نصل لوضع انه شماله. طيب لاحظ، لاحظ برضه في ال 22 هيو احصائيه طلع قديش كميه الفلوس 14 قديش تريليون نت اوف ثينجز ماركت، الجلوبال انترنت اوف ثينجز ماركت باي 2022 قديش مبلغه؟ 14 مش بليون، تريليون. قديش كثار هذا التريليون؟ لو صار لك شوية من خلاص دكش 14 تريليون. لاحظ من وين جايك؟ احنا عندنا مؤشر
عكس كل شيء. طيب الآن لا something الناس ما بتخدوش، قال انت كمان بدك تصير عارف، وبالتالي راح نعطي كل واحد يعني من ثلاث لاربع دقائق ماكسيمم كل مجموعة، لو كذا 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 فقرتين بدك تكتب كذا كذا. طيب شو ناوي تسوي فيه؟ تمام، هذا للمشروع يوم الخميس. مشان الخميس اللي بعده على طول نعين اثنين يعملوا برزنتيشن، البرزنتيشن بدها تكون زي هيك. هلاحظ الاي او تي صار عندنا فهم فيه، تمام؟ صار عندنا فهم ولا لا؟ حد عنده اي سؤال؟ يلا الان ذا باور اوف اي او تي، البينفيتس، فوائده في وين؟ فوائد، انا عم جايب لك فوائد بشكل عام الاي او تي. فيرست انكريزنج افشنسي، شو بحسن؟ الافكتيف بالنسبة للإفشنسي وأقل التكاليف with the minimum resources. اثنين improving health and safety، تحسين شو بالصحة والأمان، and creating better experiences. نشوف مش أستبق الأحداث، بدنا ناخذ الأولى. الفائدة الأولى إله للآي أو تي increasing efficiency. عادة يا جماعة increasing efficiency، الافيشنسي احنا عادة بنحسنها بواحدة من طريقتين، بواحدة من طريقتين، مش احنا قلنا with minimum resources بأقل resources، بواحدة من طريقتين، إما more output with the same resources with the same input input يعني نفس الريسورسز نفس ال input، هذا خلينا نسميه input، بدنا نقلل الريسورسز مشان نطلع افضل. هذا اللي هو مفهوم الافشنسي، تمام؟ في examples، السؤال هو كيف الاي او تي بده يحسن شو ماله؟ هذه الافشنسي، واخذ اياها في عده قطاعات. الاكزامبلز اعطاني اياها من عده قطاعات، مثلا مانيفاكشرنج افشنسي، قطاع الصناع، قطاع الصناع، تمام، في المنطقه، ادريسنج بوتل نيكس. نعم، لاحظ كثير من المصانع كل خطوط الانتاج يعني الاوتبوت انها تكون انبوت للي بعده، انبوت اوتبوت للي، وهكذا. الآن أحيانا مثلا ممكن في التجميع كلهم عند خط اثنين ثلاث أربعة كلهم بودوين على نقطة تجميع واحدة، عندي عدة مدخل عدة خطوط بودوا على نقطة تجميع واحدة. طب في هذا نقطة التجميع شو راح يصير؟ ديلي. الديلي هذا شو بنسمي؟ ضغط. الديلي يعني تأخير، التأخير هذا شو عادة بنسميه؟ بوتل نيك. البوت شو البوتل؟ زجاجة، مش الزجاجه بتكون هيك ولها عنق رفيع، تمام، قول فيها هيك ما بتنزلش كلها دفعه واحده، ولا شو بصير؟ شوي شوي لان في بوتل في نيك لها تحجز انه ينزل كل شيء دفعه واحده، تماما زي مثلا في ايام التسجيل في عده مشرفين 10 5 قد ما هم، عده مشرفين كلهم بيبعثوا قضايا لمين؟ لمسؤول واحد. اذا عند المسؤول هذا شو بده يصير؟ بده يصير شو ماله؟ بتصير بوتل نيك تايم اند ويست از ريديوسد تايم والويست، شو بصير؟ ويست شو يعني؟
اللي هو الضائع، الضائع المفقود، والتايم المفقود شو بصير فيه؟ بصير أقل، بصير أقل. مثلا بيرفورم، هاي كمان نقطة، لما بتكون المشينز كلها مربوطة وفق نظام الاي او تي، الآن خلاص مش كل مرة أعيد نفس الحكي، إذا صرنا فاهمين مربوط مع الاي او تي يعني شو بده يكون فيه؟ اللي هي النمبر، وبده يكون شو ما قادر يرسل او يستقبل. لما بتكون كل المشينز مرتبطة بنظام اي او تي، ترى انه مثلا خلال 48 ساعة لازم ينعمل لها مينتنس، إلى حالة بتصير. إذا وفق هذا الكلام ما بنظل ننتظر لما تتعطل المشين وروح نصلحها، ولا شو؟ بنعملها الصيانة الوقائية، هي طالبة صيانة لحالها بتطلب صيانة، تمام؟ اسمها بريدكتيف مينتنس. هلا واحد يجي يسأل كيف هذا الكلام بده يصير؟ هذا شغل التكنولوجيا، هيك بده يصير. المشين قبل ما تتعطل وتوقف نهائيا تعطيك إشارة إنه يلا بدنا، تعطي إشارة لا السيستم إنه بدها، هي بحاجة لبريدكتيف. طيب كيف؟ فيها هاي على سبيل المثال، هذا مثل ما إنه مش أي أو تي، لكن هاي نفس الشيء فيها أو شكت على وين؟ ماكينات التصوير، هي بتطلع لك على الشاشة أو شكت على وين؟ ولما تيجي موعد الصيانه وما رحتش ما عملتش صيانه، بضل كل ما بدك تشغل شو يسوي لك؟ بدورك فيه اللي تروح تعمل صيانه. anyway خذ مثلا اسيست تراكنج، اسيت تراكنج، هذا زي يمكن شبيه بالمثال اللي كنا بنحكي فيه. مثلا تراك ريال تايم لوكيشن، بصير نظام الاي او تي، مثلا نظام الاي او تي شو يسوي؟ عارف الاسيتس كيف تتحرك وين بتروح وكيف تمشي، سواء سيارة، سواء تجهيزات، سواء آلات، سواء عمال. ما خلاص العمال كل واحد معاه بطاقة، البطاقة بتظل حاطها وين؟ حملها، وين ما بده يروح بتظل معه. كويس؟ طيب في أمثلة كثيرة بس أنا عشان بسجل، في أمثلة أنتم لحالكم بتعرفوا وين رايح في الأمور الأمنية، قضايا الأمنية. طيب كمان مونيتور بيرفورمانس، مونيتور بيرفورمانس كمان بنصير قادرين نراقب البيرفورمانس، وايا كان سواء البيرفورمانس للهيومن او شو ماله، يعني وفعلا اللي بصير الهيومن اللي بصير البيرفورمانس عنده هابط، اشارات بتطلع منه، هو بتطلع منه اشارات انه تعب، بتطلع بيجي رد ابصر شو بسوي، وهكذا. Improve workflow. Improve workflow. لحاله بصير تجيك زي ما قلنا مثلا خط اثنين ثلاث اربعة، انت ماشي في الخط هذا في الخط هذا، بعدين بصير يقول لك لا غير على utilization، optimize utilization. utilization معناها اللي هي يعني افضل استخدام، افضل وين؟ استخدام. هذا كمان في البزنس. انرجي افشنس، لاحظ النظام الاي او تي مثال اخر بيساعدنا في وين؟ الطاقه. اليوم دير بالكم عالميا واحد من المشاكل اللي هي موضوع الطاقه، في مشكله عالميا، في مشكله في الطاقه، تمام؟ وبالتالي نظام الاي او تي بصير يعمل رقابه على الطاقه، رقابه لحاله بيعمل رقابه، تيجي داخل انت على الغرفه بتشغل هالصوب، يلا ما هم خاصة الموظفين بيدخلوا على المكاتب، لو كان الصوب 10 شمعات وكل تك 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 بشغلها كلها بتدفع، صح؟ لما يكون مربوط في الاي او تي ما بيعطيكش الا الطاقة اللي بتلزم للمكتب تبعك، ما بيعطيكش مثلا مكيف، ما بيشغلكش الا اللي بيلزم الى، تركت المكان لحاله بفصل، لحاله بفصل. هذا مثلا
طبعا انا هذا عباره عن عمل له علاقه في وين؟ في التعامل مع الطاقه، توفير الطاقه. الإضاءة لنار نار وهذه طلع ما لها بالموضوع الاي او تي، صار الضوء لازم يكون في تحتين، يعني شايف حركه ما سنسورز، حتى بطلت مربوطه في نظام الاي او تي. ما دام في ناس في حركه، في ناس تظن فيش شو تسوي، فيش لها كبسات، فيش لها كبسات زي هذول لحالها تذوب تطفي وهكذا. تمام، اذا هذا كلام كمان غايه في الاهميه. انت لما مثلا تصير غادر البيت، اذا عملت سويتش اوف، سكرت الباب البيت لحاله، نظام الاي او تي شو بيسوي؟ بيعمل لوك على كل شيء في البيت، بيعمل على الاناره، على التدفئه، على الغاز، على شو ما انت حاط لحاله، بصير يعمل لوك علينا. مثلا اجريكلتشرال افشنسي، وهان في موضوع الزراعة، يعني لما يكون مرتبط بنظام اي او تي، مرتبط بنظام اي او تي احيانا انت بتدخل على صيدليه، قديش صيدليه هلقد وبقعد ربع ساعه، وش يسوي؟ ما بالك لما بتحكي انت عن مخزون لشركه هائله زي مثلا جنرال موتورز، اي هذا يمكن مدينه كامله بده مساحه المخزون. طب كيف بده يصير يعرف كل قطعه وين مكانها؟ كيف يعرف؟ هذا هو المخزون اللي بيحكي عنه الان. وكانه اذا ارتبط في نظام الاي او تي لحال هالقطعة، لحال هالقطعة بتصير انت بمعطيك، هي بترسم، وبالتالي بتصير بدك انت القطعة كذا تطلع الخارطة، بعارف هيها تروح تمشي هاي، تمشي هاي وهكذا. هذا اللي هو في نظام كمان ايش، كان نظام المخزون. تمام، improving health and safety، الفائدة الثانية improving health and safety، والثالث getting better experience. حد بس يحط لي النقطتين لانه لو فصل خلينا نكمل. Improving health and safety، اذا شو بدي اسوي؟ الهيلث، صحه الانسان، بده يهتم بصحه الانسان. تمام، وبالتالي اي او تي انيبلز هيو هاي تين سيرفيلانس مونيتورنج اند ديتكشن which all combine to improve health and increase safety. يعني بمعنى نظام الاي او تي بكل هالامكانيات الهائله كمان بده يصير يتوظف مشان مساله الهيلث ومساله وين؟ السيفتي. السيفتي على سبيل المثال هاي، هذا مثال، هذا مثال، انه هذا مثال، مثل من الأمثلة للأطفال، الأطفال كثير بيضيعوا الأطفال، صح؟ أولادنا ما شاء الله، يعني الواحد فيهم يطلع من باب البيت بيعرفش وين بده يروح، بيمشي 20 خطوة بعدين بتصير بدك تنادي عليه عند الشرطة، أطفالنا يعني بيعرفوش. وبالتالي الأطفال، الأطفال الطفل يكون معاه أي أو تي مربوط، مرتبط يعني الجهاز، وبالتالي أنت عارف الطفل وين راح، تروح تجيبه، تروح تجيبه. تمام، الأطفال كمان قضية صاروا حتى موضوع السنسورز بيشتغلوا عليها، والاي او تي، فقضية والتغذية، قضية التغذية ما يعني احنا بنحكي امثلة وعندنا الامثلة مش راكب في اللي بنحكيه، يعني حقيقة يعني بكل ألم يعني بنحكي في الامثلة هذه والهيلث والسيفتي،
قاعدين نقول سيارات اوتوماتيك، وهنا السيارات الشوارع شو صار فيها؟ بعوض الله. طيب مالها الاطفال؟ الاطفال بصير دورها هذا في الاي او تي، تحدد لك الطفل مريض مش مريض، مرتفع حرارته مش مرتفع حرارته، جائع مش جائع، بده غيار بدك تغير له. الستات بيعرف قضيه الغيار ومش غيار، بده غيار بده غير لحاله، عندك على الكم الشاشه، ايه الطفل جائع يلا روح، ايه الطفل ابصش لحاله بصير يطلع لك. كبار السن اللي بصير معهم الزهايمر كمان، مش في ناس خلص يعني هذا عامل السن، في ناس مع الكبر شو بصير فيه؟ بصير عنده زهايمر، بطل ببطل صاحي وين هو ولا شو قاعد بيسوي. اذا ربطته بالاي او تي بصير هيلثي، بضل. اللي عنده امراض مزمنه زي ما حكيت، عنده امراض مزمنه صحيح في الساعه، ما احيانا يمكن يحطوا له السنسور في الدم في سمثينج في مكان، مش احنا المختصين، المختصين امي اللي بيدرسوا الهيومن وبوظفوا هذا الاي او تي مشان يخدم هذا الهيومن. اند في موضوع السيفتي، موضوع الامن، الامن انا ما حكيت الامن عن مثل قضيه الاطفال، بلاش يروح يضيع او تو خلص بكون مربوط في الاي او تي، وبالتالي بصير محمي هذا الطفل، بصير كمان حد من اجراء السرقات، بصير في حد من مين؟ من السرقات. كيف بصير في حد؟ بصير انا والله اليوم صار سامثينج، تركت اجهزه جيت رايح مروح، بكره المفروض ارجع المحطات تاني. ليش؟ لان مربوطات اي او تي، اذا واحد بده يغفر يحملهن شو ماله؟ على طول من بنات عندي وعند البوليس، عند الكوميدي سيستم، هذا جهازك محطوط عند كيف؟ عند الكوميدي سيفتي، راح الاي او تي عليها.